هلا والله، مقطع جديد من ديد باي ديلايت. طبعا في ذا المقطع يا جماعه الخير انا حابب اعتذر، ما راح يكون في تحدي العجله. طبعا اليوم لازم ينزل تحدي العجله، ولكن سفراتهم الحلوه زي ما شايفين قدامكم ما خلتني اسجل تحدي العجله. طبعا انا ما عندي مشكله اقدر اسجل اي سلسله ثانيه، ما عندي مشكله، ما همني اللاج، ولكن سلسله تحدي العجله مجبور اني انا افوز في التحدي. وتخيل عزيزي المشاهد اني العب تحدي على ذا اللاج الاسطوري الجميل اللطيف ما شاء الله عليه يعني، فما ينفع صراحة اني انا ابغى افوز، ما ابغى اغث نفسي وانغث صراحة في التحدي. فعشان كذا باجل التحدي لليوم اخر لين ترجع السفرات الكويسة حقتهم، لانه بنقي والله فيها 240 ل 300، ما ينزل اقل من كذا، ما ادري ايش السالفة، مع اني ترى انا الياف. المصيبة يا جماعة الخير اني الياف، لو اني 4G، لو اني يعني اي شيء عادي ما عندي مشكلة، لكن الياف يصير فيني كذا، هذه مصيبة صراحة اذا استمر ذا الشيء. اتمنى يعني بس يكون خلل هو اليوم بس وتنحل بكرة. للعلم ترى امس كان ما في مشكله، بس اليوم ما ادري ايش المشكله، ما ادري ايش السالفه. فان شاء الله هي تعالى يعني تنحل المشكله ونقول يا رب. انا دخلت تقريبا اليوم 3 أيام وكلها لاق، يعني بلي يشمطني من شار من 4-5 متر يا لطيف، والهانترس تهفني بهاتش يا شيخ، تقول انها اقسم بالله العظيم عندها وول هاك، شوف من داخل تنفضني يا رجل، ما ادري كيف. فعشان كذا قلت ما ابغى ادخل تحدي العجل واغث نفسي. المهم يا جماعه الخير هذا مقطع كذا طقطوقي بسيط، اتمنى تستمتعون فيه وتضحكون فيه، واذا ما كنت حاطه لايك اتمنى تحط لايك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيه عشان يوصلك المقطع اول باول. اتمنى يا جماعه الخير نوصل ذا المقطع 1000 لايك وما فوق، واعتبروا ذا المقطع شطحات ديد باي ديلايت. اتمنى تستمتعون على المقطع وتضحكون ومشاهده ممتعه. السلام عليكم. عشان تسوي فيها ذيب وتلوب هنا يا مروح. تعال تعال تفلش، جايك 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 جايك. وينك يا حجي؟ طالي اوري امك الحين بروتاين. يلا بروتاين بروتاين، يلا بروتاين، انا عارف بروتاين. صار فيها الزيب ها، كفني تربى الرانك 1، صار فيها الزيب. اوري امك الحين البروتاين، اوريك كيف البروتاين يا ولد. تطط اطعت يا ورا الاساطير اساطير. تعال تعال تعال، خلي الفخ خلي الفخ خلي الفخ، هذا الفخ لغيرك، هذا مو لك، لاني انا رقاص هنا، شايفني رقاص عندك. صح يا ترى انا موجود، والله الناس ما تستحي. يلا واحد اسلق، نسوي 2 اسلق، 2 احسن من 1. عصفور باليد ولا 10 10؟ 2 باليد. اوه 3 باليد. هو قام هذاك حوافي تذ تذ مطز تذ 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 تذ. اوريكم كيف تسوون جنين رش، اوريكم كيف تسوون جنين رش. شاف الفخ المربح، لا لا في فخ في فخ في فخ، كانك يا ابو زيد ما غزيت. ايش بايدا ايش بايدا يا شيخ، ايش هذا الكلام؟ الله كانك يا ابو زيد ما غزيت. يا رجال قوم بجر احد مروح. والله احلى بيسمنت لعيونك يا ربني، حاط تحدي البيسمنت عشان خليك تعين. ما الله خير اقول اجي سجس حاجه طاجه. طبعا الخطه كالتالي، دخلهم سكند ستيت. السكند ستيت اللي هي يعني باختصار شديد ما يتعلق مره ثانيه، تعليقه المره الثانيه يموت. انا كسبت الجنريتر بوب غاز ذا ويزل. نرجع للشباب، ماني تاركهم الا يجيهم سكند ستيت ستيت. معليش، طبعا حاليا الخطه يدخلون سكند ستيت
ما حدا بيسيء. يلا سكند ستيت عشان نضمن وان كل ايزي عشان جاي رش يستمتعون. وصيف البيسمنت. لا لا سيف هذاك في فخ في فخ يا اخي هي. علمتك خل نروح نتنن تنن الزيب. زيب الليل راح يساعد. زيب الليل راح يساعد. والله لا تموت انت خلاص بتموت. روح انت روح روح روح, روح. تعال ابو ديسايسف داخل. ها وري امك الشغل الحين. والله لا وري امك الحقد بن امك اطلع الحين. راح نفسي يوم تلعب ضد ثلاث. الحين اني طلع من الخزانه بياكل الفخ. خبيث حقود. تعال تعال راح يسيب خويه وذاك في الارض. اوكي البلد اوكي طيح. خل نروح ابو فخ نشيك عليه. كيف العال؟ تعال 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 خلاص الساعه خلصت. وش انت زايد بدقيقتين؟ يلا اقلع. اسمي سمني سم. نروح على الزيابه الثانيه. جيني ها؟ شفتوني تربر في بلاد لاد؟ تبغون تشقوني؟ يا اخي لاقوا بسم الله العظيم مشكله والله. تعال تعال. الحين مرتاح. مرتاح لك. راحه نفسيه. ما توصل قايل لك ما توصل. وين الشباب؟ ضايعين نسوي فيها زيب. ها ابو مرة تايم. تعال تعال قص. أو يا ميا تم الفلانك بنجاح. وين الثالث؟ الأخير الأخير الأخير. وينك؟ ايه بلال ايه بلال يا زول. ايش هالكلام؟ قالت له بلا يا زيب. وين ملك اللوب قبل شوي؟ وين؟ شبك تدق طقعة الاسود؟ اوكي سويت. طيب اهربت. روح عالج ذاك يلا يلا. طيب سويت الحين؟ اوكي طيب ايش بايدا ايش بايدا يا سيدي. جي جي عشان تضبطوني ثاني مره. نضبطكم بالطبر حتى لو كان بلاد لج عادي نضبطكم. سوي لكم إعادة تأهيل. إن أعددت مدرسة تقع بس يا رجال. يا بعدي هذا اللي أعطي فرص كذا تصير فيه. تصير فيه زيب تعطي فرص رانكاتو. الله يشقونك شق. يا دكتور. تبقى عند البوابة لا وصيك. تبقى عطتي باقات الأساطير. خلك أسطورة. إيه
إيه نعم 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 اوكي 4 سلايف ذا فريند رانكات حمراء 4 البوكسات يا سلام. طبعا حاطينهم الشيخ فريدي مع حبه موري اكيد يعني بيجونك سلايف ذا فريند مع 4 البوكسات يعني لازم تكون تلعب بيا سبيريت يا فريدي. فانا بلعب فريدي صراحه سبيريت ما دانيها بس اذا كان معاهم واحد اوبجكتيف سيشن راح يسوقني شق. طبعا هذا المقطع راح يكون في قناتي الثانيه اللي هي قناه البثوث. وليش انا قلت بيشقوني شق لو واحد معاه اوبجكتيف سيشن؟ لانه فريدي من نوعيه راح ينشاف فيعني قد ما سويت وخفي نفسي راح يشوفني وول هاك فراح اكون يوزلس. والماب ذا الخايس يعني سبحان الله يعني الواحد يعني من وين يلقاها من الماب الخايس ذا ولا من التوتم اللي جنب الجنريتر عشان الشباب يعني ما يتعبون ويدورون ولا ايش بالضبط يعني ايش هذا يا شيخ؟ طبعا هذا اول جيم لي في اليوم ف دبوف. انا تصدقون لو اني حاط شو اسمه ترى هم هنا هم هنا هم في ذي المنطقة. لو اني حاط يا حظي لو اني حاط لو انك حاط ايش قول والله ما ادري نسيت لو اني حاط هيكس هانتنج جراوند هيكس هانتنج جراوند جراوند ماي فريندو ايطاليانو لا هم مو ايطاليين الالمان وما ادراك ما الالمان الماتشينات الالمانية دهارت احسن معاي عندي لها. لا تسمع الصوت 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 سوى دي سي اوكي زعلان من فريدي ايطاليانو تو توبغيسي هذه كلمه فرنسيه لا يوجد مستحيل. هذا زين الدين زيدان كان يقولها مره من المرات كنت اشوف له مقابله يقول تو توبغيسي يحب البرسيل شكله. اي والله يا جماعه الربع شغال 100% والله هذا لا يرد شيء ما يردك الا لسانك يا ولد. ها اطلب تدلل حبيبي دلة طعمه خلنا نشغل الثانتوفوبيا نسبك كذا انه واضح انه هو اهبل. نعم بعدين نعطيه ضربه زي كذا اطلع عليك بس يا شيخ هنا نربيك انا هنا نربيك يا زول داير يا زول خلاص الله اني مروق الف يا زول داير يا زول مالك يا شيخ يعني تبغى تصلح الجنريتر قدام عيوني يا وقح عليك وعلى شكلك ايش هذا يا شيخ انا في معلوم يا شيخ ايش هذا يا شيخ تنفر تعبان والله يا زول طبعا ما راح استعمل الموري يا جماعه الربع خلاص ايش فايده تستعمل موري ضد ثلاثه والله من جد تعال تطرح علي البلد مهبون الطاق مخك ما عاد في فايده يا جماعه الربع انك تطرح البلد يعني والله ما عاد في فايده ابدا تطرح البلد اقصد ما عاد في فايده ايش وش كنت ما عاد في فايدة استعمل الموري ايش فيني؟ طبعا انا حاليا ابغى ابو كزلوك ابو شيء ابو كزلوك وانا معه صرنا اثنين والله ما نعرف لا ما ابغى اسمك انا عارف انه ما عاد جسايتك يا خبله ابغى ادور انا شو اسمها هذه اللي هنا كيف الحال يا الله يلعنك من ماب خايس الله يلعنك من ماب خايس اجل نو ميرسي ها تكنسل الموضوع بسرعه ترى يا جماعه الخير ليش انا احب فريدي لانه كذا قزم والله قزم كذا ما ينشاف ترى هم يشوفوني من هنا فما في اي فايده يعني تقدر ها يعني انتوا في بالكم يعني في بالكم انا بس سؤال اطرحه لكم من المشاهدين يعني يعني يوم يدخلون سرفايف ذا فرينت 4 في رانكات حمراء
يعني هل تعتقدون ان الكيلر راح يكون يعني ترابر او والله انا ماني فاهم يعني. طبعا هذه البلت ديك توب عليه لكن ابو الشباب خليه دوك ديد هارد عند البلت الحين كذا دوك ديد هارد يب ايوه يا اخي شيء حلو انك تكون عندك هاك التنبؤ اللي ما يدري وش هاك وش الهاك حق التنبؤ انك يعني شو اسمه انك يعني تقرا تحركات المستقبل تعرف ايش راح يصير في المستقبل تعرف انه راح يوصل على البلت راح يدق ديد هارد قدام البلت هذا اسمه هاك المستقبل يا جماعه الربع صدق والله ما ازل عليكم يعني. انا عندي هاك المستقبل صبر الله أعوذ بالله وش هذا قاعد أكفر أنا بدون ما أدري حتى لو مزح استغفر الله أمزح يا جماعة الخير هذه أنتي أنا شو أسوي عاد في بعضهم يقول لك تنلين أنا شو أسوي يعني يا زول يعني أنت طلعت بوجهي يعني أترك أقول لا أخطي يا ولد قم بالواجب صب له قهوة للزفر ما ينفع والله يا جماعة الربع ما ينفع وانا الى الان كيوت يعني قاعد امشي معاهم بموضوع شو اسمه لا امزح وياك بس هو وش اعطيني اعطيني السايسف خلي تصير اوبسيشن انتي مو انتي مو اوبسيشن اوكي طبعا انا حاليا ابغى هذه ما راح اعطيهم موريات الين اخر شو اسمه الين اخر يعني مين على الهوكدث شو الفايده اني اعطيهم موري لا ما راح اكون يعني كيلر يعني توكسيك على ثلاثة بمشي معهم بالترتيب علقت ذي الحين هذه المرة الثانية لها المرة الثانية صح؟ يب الحين بعلق ميك لانه علقتوني ذيك ايش اسمها؟ نانسي الحين دور ميك فامشي بالدور تعالي معطيني ديسايسف يعني تحسبين انا في خوف؟ انا ما افكر انا في خوف يا شيخ افكر انا في خوف اربع جري يا حبيبي اكلها زي الحلاوة هذه هذه Like I take a candy from a baby. Like take. هنا صوتي مين يصار؟ حيوانة تعرف مايندنج بلد. هذا والله لعيب هذا. حسافة يا شيخ اللي سوى دي سي. والله حسافة اللي سوى دي سي واحد مروح. انا في جنجل جيم فحط له حبه هنا حبه ما اعتقد بيطيح البلد اوكي اكلها المسكين تقعد تهاردك على البلد وتاكل برضه خلاص ما ايش الفايده اني قلت لك يعني لو عندي تحدي الاوبسيشن ذا كنت قتلتك بس ما عندي تحدي الاوبسيشن فعشان كذا بعطيك موتى رحيمه شكل فايس عادي تعيش تاكل غير ابو الشباب طران كبهم زيب الليل سيكرت سيرفس طعج خاطره المسكين تعرفون شو طعج خاطره يعني طعج خاطره يعني ما كان متوقع ابدا يعني انه من اول دقيقتين ياكله تو شوت مع انه هذا الماب ترى صالح السرفايفل هذا الماب كبير وكيوت واموره زينه اسمع صوته تالي انا صرت متنمر صح يا جماعة الربع اوه في هنا بلت اوه هذه بلت فيك زي ما تناظر وراك معاك دهات اقول تروتنم ما معاك دهات خلك العربي شوي اروح نجيب ربيعك ربيعك كسر بلت هنا كسر جنريتر هناك بعيد فغالبا انه بيكون من ذي الجهه لو اني انا بمكان راح اجي هنا كسرفايفل والله صدق يب يعني ابو الشباب انا اعتقد انك والله اعلم من لعبك ما اعطيك رانك اثنين والله وين انا رانك اثنين تخيل والله هذا يكون رانك اثنين بروح اكتب نفسي اقتلوني وريحوني من الدنيا اوكي خلاص هذاك وش يقول هذاك والله نسيت كيف يقول ها ما راح اعطيهم حسافه راح تموري كذا ببلاش بلوشي ليش اعطيهم موري ما ابغى موري ابغى نقاط
نبغى النقاط نقاط. بس انا انصحكم ثاني مره يعني كتكتيك فني انكم التول بوكسات حقتكم تحطونها في نهايه الجيم افضل، يعني على اخر 5 ثواني قبل ما يبدا الجيم تغيرون افضل. يعني وش الفضيحه ذي اللي يعني 4 تول بوكسات؟ حسافه والله، والله حسافه يا جماعه الربع. انا داخل فل ريج ترى عليهم، فل غضب على قولة جسمه، يعني خلاص ضارب معايا الفيوز اني شوف 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 التقطيع، شوف شوف التقطيع وانا قاعد العب. والله داخل عليهم في الريج، يعني يعني شوي وادخل ليجسي، شوي وادخل شو اسمه سبيريت. بس هون قلت فريدي، يلا فريدي لاني ما ابغى جيم يوزلس. سبيريت تعطيك جيم يوزلس، انا ما ابغى جيم يوزلس، انا ابغى جيم ممتع. ففريدي كان راح يضمن لي جيم ممتع يعني على الاقل في الجنات. ولو ابغى اني اجيهم تراي هارد سبيريت بدون صوت كان الجيم انتهى بسرعه اصلا. ولكن يعني صراحه يعني انا انصحهم ثاني مره يغيرون، يعني جيبوا لهم يغيرون باخر 7 ثواني، انه كذا ما الكيلر ما راح يدخل معاهم الا في الريت. من المجنون الكيلر ذا الاهبل اللي بايعها اللي بيدخلهم؟ والله كنت على اساس ادخل ترابر، والله كنت على اساس ادخل ترابر، انه عندي تحدي 4 5 افخام. عافي كم رانكاتهم؟ بلا كم رانكاتهم، خلينا نشوف. خلينا نشوف اول شيء جبت انا بيب ولا يب جبت بيب. وات ذا هيل؟ هذا رانك 1 2 ما يوريني انه رانك 1 ليه طيب؟ شوفوا شوفوا تول بوكس تول بوكس تول بوكس تول بوكس نيو بارت. يعني انا يوم اني غيرت ترى ما غيرت عبث، غيرت عارف انه يعني موضوع مضروب. على هذا المقطع ممكن تشوفونه ممكن ينحذف اصلا، ما تشوفونه وبس. والله سلام عليكم.